بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة وبناء على طلب كتير من الزملاء هنرجع نتكلم تاني في سلسلة كنا بدأناها من فترة بعنوان إزاي تبقى مهندس ناجح ومطلوب في سوق العمل. هنبدأ السلسلة دي بأول مقالة كتبناها اللي هي كانت بعد خبرة حوالي 25 سنة بننصح كل الزملاء والمهندسين والخريجين الجدد بالآتي. طبعا حضرتك لازم تبقى عارف ان اعلى درجة لأي مهندس في سوق العمل هو الكوردينيتور، وعشان توصل للدرجة دي لازم يكون عندك خبرة، وعشان توصل للخبرة اوعى تقول انك هتشتغل في اتجاه واحد بس. يعني لو اعتقدت ان المهندس المصمم شغله مرتاح واحسن من شغل التنفيذ تبقى حضرتك ابتديت غلط. المهندس لازم يكون ويظل دائما قوي تصميميا وتنفيذيا، وده هيحصل لما تنزل التنفيذ. في نفس الوقت تكون قوي في التصميم وما تبعدش عن الكمبيوتر والبرامج المتميزة. عشان توصل تكون مدير للمكتب الفني بإحدى الشركات الكبرى مثلا لازم تدرس برمافيرا وأوتوكاد طبعا وريفيت، وتكون قوي في التصميم وبتشتغل على الإيتابس وبرامج CSI والميداس. والميداس دلوقتي كبرى شركات الاستشارات الهندسية العالمية زي بارسونز وإيكوم بتشتغل بالبرنامج ده وبتطلب مهندسين بالبرنامج ده. وفي نفس الوقت لازم تكون اشتغلت تنفيذ وتعرف بنود الأعمال إزاي بيتم تنفيذها. لازم يبقى دايما طموحك أعلى من أي حاجة، ولازم ما يمرش يوم عليك إلا وإنك اتعلمت حاجة جديدة في التخطيط والتصميم والتنفيذ. لازم يكون هدفك إنك تبقى كوردينيتور، يعني محدش يقدر يستغنى عنك. ساعتها بس أقدر أقولك إنك مهندس ناجح وسعرك ومرتبك هيبقى أعلى من أي زميل تاني. وللحديث بقية طالما كان في العمر بقية. أشكركم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.